معي معي لحن الوراق ما فيني لكم. شمعة بيعمل لي هيك وانا عم بتطلع، بدي تفرجيكم صورة حلوة كثير. اسمعوا اسمعوا تشوفوا وين هي. قال كان في رجال نايم حد مرته، صار يبرحش هيك. قال لك اجا البرحش مدري شو بده يفتش مثل ما انا عم فتش هي. قال لها لقيته اليوم، ما بدهم الا بدي فرجيكم صورة منا كذبة. لحي هاي حقيقة. ليش هيك؟ شو اللي وصلنا؟ طبعا شو عم ناكل؟ قل لي ماذا تأكل؟ أقول لك من أنت، مش من تعاشر وهيك وهيك خلص. ومهضومين لحية هاي وحدة. شو هن بحرف الميم؟ ميم للنسوين، مكياج، موضة، ماركت، مكالمات، مجمعات، مطاعم، ملابس، مساجات، محلات، مسلسلات، مشغل، مناسبات. هو كتير بعذبوها للمرأة هيك يعني بقهروها مدري شو، بينما الرجل ميم وحدة بتعذبه عاملي فيه العجايب. من هي هالميم؟ مرته. ومنعرف هيك ومنتجوز زي له الحمير حمار حمار أفهم. نعم. تعطل مكيف في مسجد، قال الإمام معلش يتذكروا حر جهنم. رد عليه واحد شايب صلحوا وذكرنا بنعيم الجنة. الله يجزيك عش كتر روحك عملك. وقف قعد الشيخ بين شابين اتفقوا انه يضحكوا عليه. قال له واحد يا شيخ انت احمق ام جاهل؟ فقال الشيخ انا بينهما. اثنين نسوين قالوا له مين بتحب اكثر يعني انا ولا هي؟ بدنا نعرف مين بتحبها. قال لهم كل وحده بحبها اكثر من الثانيه. بدنا هيك ذكاء وحنكه يكون الواحد هيدي ذكاء هيدي فهم بدل هيك الواحد يكون. نعم مثل الحمصي اليوم بيقولوا في واحد حمصي، الحمصي من أذكى الناس حتى يقدر يحط نكت على حاله. أرتين عند البلوند بأمريكا يعني يلي بيعرف بيضحك. أبو العبد عندنا هون وأم العبد وأم عطا وأبو عطا أعطيني. قال له كرسي. لا أم عطا. قال له دولة أم عطا على الكرسي. أم عطا على الوقت. يا حبيب قلبي في زوجين يعني رجال ومرأة تخانقوا. قال لها لمرته خذي أعز شيء عندك بتملكيه وروحي عند بيت أهلي. خدرته وأخذته وقام الصبح. قال لها شو عملتي؟ قالت له أنت قلت لي خذي أعز شيء عندك فجبتك أعز شيء عندي وتصالحوا. هلا في اثنين غيرهم، واحد أردني تخانق هو ومرته. قال لها خذي أعز ما تملكين واذهبي لبيت أهلك. صحي الصبح لقى حاله نايم على البلاط. نعم حلوة كتير خبرتكم إياها شو عملوا بأمريكا وقت حكيوا عن الإسلام. بكيوا النصارى وبكيوا هيك وقالوا إذا هذا هو الإسلام ليش مش كلنا مسلمين. وهلأ رح فرجيكم صورة أكيد رح تنبسطوا بالصورة. يعني هاي الصورة شو هي هالنقطة هون؟ هيدي نقطة ما لازم تبين، هي نقطة مهمة كتير. فصل وصل بين الأم وولادها وبين الأم والبي. لو عمرك 80 سنة وماتت أمك بتصير يتيم. عنده أمومة وعنده أبوية. يا أبوي أبوي بي وأم هالرجال أمومة وأبوة بالأرمني بدي أقولها أنا. بس هلأ العلماء لقيوا علم بيقولوا في كلمات ذاكرهم الله في القرآن الكريم، معناته هالأكاشيك ريكوردز حطت كلمات. تعالوا نشوف ليش بيقولوا العسل فيه شفاء. نحن بالضيعة بي وبيك وجدك وستك كلهم كان عندهم منحلة. شو بيقولوا لها هشام؟ منحلة
بس في واحد كان عنده وجع راس عقصوه النحل صح من وجع الراس. من هون اجى علم واخذ الإبر. بس بيي وبيك وكلهم بالضيعه، ما حدا يشتري عسل اصلا. من وين بده يشتروه؟ ما كلهم بالضيعه، ما في سياره، ما في انطبيل. بعدين اجى الانطبيل. بس هلا شوفوا العسل شو عم بيعمل على هالنقطه. عندها طفل وعم بتموت. قال بيو امه اللي بدها تربيه، منين اجاها هالمرض؟ في حده شيخ أمريكاني ومسلم وعنده مسجد، والأذان عنده ما فيني إلكم، كلنا منحب نروح لعنده. قال له راح أجيب لك عسل من اليمن حط على. ما سأل ليش بحبوه للشيخ. شوفوا العسل في فوائد صحية وعلاج، مش بس جسديا، فكريا وروحيا. انتبهوا كل الجروح وكل الخوف وكل شيء اللي بتحطوه، حتى لو قال لك سرطان، سكري، سل، إيبولا، أي مرض اللي كان، جيب عسل يلي فيه كل المعادن الأساسية. يعني شوفوا واحد عنده منحلة يا أخوتي ومن كرمك ماديا، هلأ أنت بترش ما هيك كيماوي على شجرك العسل نحلة، بتاخذ من مطرح ما فيها رش طبيعية بعدها، وبتروح بتخبر أصحابها لتفوت اللي عندها، لتفوت اللي عندها، بيحكوا مع بعضهم من النحل والنمل الطبيعة كلها. نعم، عسل لونه داكن يعني غامق. نعم، بدنا فيكن معادن. فوائد العسل كتير ومفيد كتير، قد ما فيكن مش بس غذائيا وعلى الجروح، هالفوائد كلها على السرة. كلمة سرة، سورة، سترة، سوار. في علاج لأمراض كتيرة، وإذا بقلكن إلى كل الأمراض بتحطي نقطة هون على السرة، حطوا لها نقطة. وبعدين ما حطوا تياب، عجينة الغطاس، عجينة بخميرة بلدية، حطوا بالعجينة تمرة فيها هالرقيقة شفافة وفيها نوى هيك، وحطوا النوى هون بالطول، نعم يتناغم مع الفرج هون، وحطوا لها من مرض اللي صحت فيه ما إله علاج. صاروا يجوا الأطباء لعند هالشيخ، قال لهم مذكورة في القرآن الكريم سورة الرعد آية 11. شوفوا هالآية، هي بتشرح معاني كثيرة، ألف معنى ومعنى. كل آية بالقرآن معين الدين شرحها 18 ألف شرح، وما في شرح مثل الثاني مثل ما قال لي ما معلم. تسألوني نفس السؤال بجاوبكم يا ألف جواب وجواب، وكلهم بعكس بعض. قد ما فينا شوفوا مين في بيقدر يكون في عنده شوية عسل ناخذهم لهالناس المرضى بنوع خاص يلي هلأ عم بتكبوا، يكبوا الشيطان. ما رح أقول أمريكا وإسرائيل وهي، هذا الشيطان اللي فينا عم بيكبوا، عم بيصير فيها هشاشة عظام. ما فيني اقول لكم احنا بالحي عنا، ويمكن هشام بيقول لي ايه وانا بعرف هيك واحد، يا خي بيزحطوا بلا سبب. شو اللي ما بعرف ازحط؟ لانه ركبتي هشاشة عظام، لانه هون، لانه الكاحل عندي هيك، ما بعرف هون كان عم بيجعني كثير وقعد، وازحط لانه هيدا الارض كلها صابون هون. بطلب من كل حراس البنايه دخيلكم ما تحطوا صابون، مع المراحين لطفل وهيك ولبسك على بعيد وعم بتطرطي وهديك مع الخادمه وهديك. خبرتكم شفت رجال أكبر مني يمكن بالتسعين إيده مقصوصة هيك هون عاملين له عملية معه عصاي. قلت له خيي فيني ساعدك؟ قال لي اللي خلفتهم تركوني وما ساعدوني.
شوي، وين وصلنا؟ كل دور العجزة يا أخوتي، منا دور عجزة، ممنوع برا بالفلبين وهون، وهم ما بيعرف شو دار عجزة، بضل يخدموه بالبيت إلى بيته. بس أنا عم فتش نعمل هيك بيت جماعة، ما بقى في عائلة، العائلة قلة، بدي جماعة كلنا أخوة ويكون معنا قد ما بنقدر. بطلب من التلفزيون، مشان هيك بدي شوفه لمدمتري وقل له شغله معقد، هيدا بيفتح لك عمهله باب الأسانسور، هيدا بيجيب لك الغرض بيمشيك، ما حشي ليش عم تركوه؟ انطر. هيدا بيقدر يسوق بس يمكن، كل واحد شو بيقدر يعمل؟ كلنا معاقين، هني معافينا بسببنا اجوا هيك، خلقة كاملة نعمة زايدة. فإذا العسل بيشفي جسديا، فكريا، روحيا، قد ما فيكم قد ما بتقدر. شو عندك أي أمراض بتحس إنك أنت بعد السرطان بالجلد وهيك وهيك؟ كأنه حدا ما بعرف يعني على أي حسد سحر، بشوف واحد هيك بيجي يعمل فتحت باك. ها الماما في نقطة كلنا عنا إياها، حطي له عسل هون. نعم في سحر، في شعوذة، نصف بالقبور ميتون بالحسد وهيك، في بلاك ماجيك بيبعت لك اياها. عملت تحصين؟ لا لك تحجيم. انطون سعادي جرجيف كلهم حطوا هالعلم، ربع المربع. فاذا قد ما فيكم انتبهوا. يكون في ببيتنا شوية عسل، مش إنه ناكل عسل، ما بدي عسل رز ولا عسل شعير. أكثر الأكل اليوم يلي معمول بهالكرة الأرضية هو ما في أبداً مواد، حتى الكرتونة الورق كل شيء كل شيء، وأنت حافي مش بكلسات يعني، هي نيوزيلند. وقت اللي راحوا أهلي، أهلي بالروح، قلت له أنا لا بدي أرجع على لبنان، ممكن اطلع على الميديا على التلفزيون وهي، بس هلا اذا بدي اعيش عم بياخذوا معاقين وعم بياخذوا عرب ومسلمين وكل شيء، لانه الحياه 100% بهالطبيعه، هي امنا وهي عمتنا. ليش ما فينا نعمل هيك بالاردن، بلبنان، بسوريا؟ ليش لا؟ نعم يا حبيب قلبي، ان شاء الله يكون في عندي وقت اقرا. الإخوة والأخوات، ما هو أكبر خطر يواجه الإسلام هذه الأيام؟ العدوان الأمريكي في الشرق الأوسط، الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، هذه أعراض فقط، ولكن الخطر الأكبر يقع ويقع في قلوبنا هون قاعد. بدلاً من أن نسمح للإسلام يتغيرنا، هنالك بعض المسلمين يحاولون تغيير الإسلام. الإسلام بده يغيرني، قاعد أنا غير الإسلام، وذلك لخدمة مصالحهم السياسية، يستغلوا اسم الإسلام لقتل الناس الأبرياء. هذا أمر يستحيل أن يتغاضى عنه نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا قول الله سبحانه في سورة الرعد الآية 11، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف نستطيع إيقاف مظلومية المسلمين؟ بدك تغير حالك، بدي غير جسدي، بدي غير أفكاري، بدي كل شيء، بس أنا أتغير. وقت أنا بتغير ببلش شوف العالم كله عم بيتغير، أنت خيي وأنت أختك كلنا. كيف نستطيع إيقاف مظلومية المسلمين؟ هل باللجوء إلى أسوأ الأساليب والسلوكيات؟ إذا تفاقمت حالاتنا الروحية والأخلاقية، كيف نتوقع خالقنا أن يطور حالنا الاقتصادي والسياسي؟ هذه المغالطة التي نقع فيها فيما يتعلق بالجهاد. يوم واحد أحد الحضور خاطب المتحدث قائلا: أتمنى ألا أكون قد أغضبتك يا أخي، ولكن هذا المفهوم الخاطئ للجهاد حيث قتل الأبرياء. كيف تتوقع أن يكون المسلمين مسالمين بينما الأمريكان الإسرائيليين الروس يقتلون آلاف المسلمين المدنيين الأبرياء ويعتبرون ذلك ضرر جانبي؟ اعترض أحد الحضور قائلا: القرآن الكريم يصرح أن العين بالعين، إذ قتل الكفار أبناءها المدنيين يكون لنا الحق في القتل.
يجوز لنا خالقنا بالرد؟ قال له لا، هيدا ما قالوا عليه أبي حقيقة الإسلام أبدا. لو عدنا لسورة النجم الآية: ألا تزر وازرة وزر أخرى. اللي حكي مسلم أجنبي قال اللي عم بتشوفوا ما قالوا عليه بالإسلام، الإسلام رحمة، الإسلام محبة، الإسلام وسعت كل شيء رحمته. وقف وقت اللي مرق اليهود جنازته كيف كانوا يروحوا يطعموا اليهود ويطعموا النصارى، يطعموا أهل ذمتنا بالأهل أمتنا، وبعدين إجوا وما في ناس بدها مال، قالوا نشتروا حتى نسور. قاموا حكي عن حقيقة الإسلام، بكيوا كلهم، المسيحية، القوارني، رجال الدين، هذا هو الإسلام، يعني محمد يعني مسيح، ما أنا إلا بشر مثلكم، أنبياء، مسيح، نور من نور، إله من إله، الإسلام رحمة، الإسلام هيك. وبلش يحكي، ولكن القرآن نفسه صرح: واقتلوهم حيث ادرشوا وثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد. ولكن نسيت الجزء الأول، قال له من الآية يا أخي: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقت بفوت واحد هلأ على استوديو بده يقتلنا ونحن 30-40 واحد، أول واحد معه سلاح بيقتلوا له بيكون خلصها البادي أظلم. نعم، هاي المقاومة. المسيح فات ومعه صوت سيف وأشياء، قال له: بيت بيت الله جعلتموه مغارة للصوص. الأم اللي بتحب ولدها بتضربه وبتحطه بحضنة، المسبي محبة. هنالك الكثير من السالكين ولكن ينتهي بهم المصير إلى الشيطان وأعوذ بالله. نعم، قال له: إلا عبادك الصالحين، ما تخلي الشيطان يغلبكم، انتوا غلبوا، الله خلق الشيطان حتى نحن نقوى ونحوله من شيطان رجماني إلى شيطان رحماني، وهيك بنقوى. بلش يحكي إنه مين خلق الشيطان؟ لا إله إلا الله. قال له: أن ترى الله الألوهية قادلينس بكل شيء بالإيد المجري. كيف مات الحلاج؟ قال له: بدي أشوفك بإيد المجرمين، لأنك عم تتحديني إذا فيني ضلني حبك، رح ضل حبك، رح شوفك بكل شيء. كنت فتش وين في الله، هلأ فتش وين ما في الله، مثل قال له: شوف وين ما في الله وحط لي إجري للأعمل بالمسجد. قال له: حط إجرك تجاه القبلة. يا الله، ما قلته الليل أزعجك. نعم، مختلف بالكامل عما قيل لي. هنالك الكثير من المعلمين يستدلون بالآيات القرآنية بعيدا عن سياقها الصحيح، هم بذلك يهدمون تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أخبرني يا أخي، ما هو الجهاد الأكبر؟ أن تحارب الكفار في المعركة؟ لا لا، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قتال الكفار هو الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر أن تواجه نفسك وتسيطر عليها، على هذا الشيطان الداخلي. إذن ما هو المقاتل القدوة في ذلك؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب عليه السلام، كان يقاتل أحد الكفار في أحد المعارك، تمكن أمير المؤمنين منه على وشك قتله، فما كان من الكافر بزأله بوجهه، رفع أمير المؤمنين سيفه، بتعرف، ورفض. قال له: ليش؟ عندما بسق العدو حس بغضب. قال له: ما بدي قتلك لغضبي. سيف علي فصل وصل سيف الفاروق، السكين بإيد الجراح الآدمي بتشفي المريض. هيدا هو الإسلام، في سيف ولكن مين بيرميه؟ وقت معركة خيبر وينو علي؟ بصرك حديد، بس شافوه سجدوا كلهم. نام علي بفرشته، حط أبو بكر معه، وخاف أبو بكر، قال له: نحن اثنين. قال له: نحن مش اثنين، اللي جمعنا معنا. وجت أضعف المخلوقات وخيمت على أقوى المخلوقات، وجت الحمامة وباضت. فإذا يكون عندنا كامل الثقة بكل شيء بصير حوالينا، ما تغضب، عرف إنه وين ما كنت الله حميك. جوعان، فقير، غني، العلي منا بالمال، بس على مين عم نصرف هالمال؟ نعطيهم البترول؟ نعطيهم الرسول؟ منك بحاجة للبترول. نرجع نعيش حياة بسيطة مثل ما عاشوا الخلفاء. ليس كل صامت غير قادر على الرد، هناك من يصمت حتى لا يجرح غيره، وهناك من يصمت لأنه يتألم وكلامه سيزيده ألما، وهناك من يعلم أن الكلام لن يفيد إذا تحدث، وهناك من يصمت وقت غضبه حتى لا يخسر أحدا. ويبقى الصمت الأعظم هو صمتك، كي يرتقي بنفسك وأسلوبك. لا يوجد أحد لا يخلو من ضغوطات الحياة، نعيش على أرض
أعدت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء. شكراً لمن التمس لنا العذر قبل أن نعتذر، ولمن قدر أوضاعنا قبل أن نشرحها، ولمن أحبنا رغم عيوبنا وعفى الله عنا وعن من أذانا وقال فينا ما ليس فينا. لا تضرك تفسيرات الآخرين تجاه تصرفاتك، لو اشتهوا جملوها ولو اشتهوا قبحوها. ما فيني إلكم بشكركم، أنت مش معاقة، أنا صدقيني أنت اللي أفهم مني عم تقدري تبعتي. كلهم عندهم هلأ طريقة أنه يتراسلوا معنا. شو ما بتقولوا الشباب بالأمر نرجع من عيدة، بس أنتوا تقروها وبتفهموها أحلى مني. نعم، الجبار، كل منا لابد أن يكون مر بكسر في حياتي، منا المظلوم ومنا المريض ومنا الفقير ومنا المحروم ومنا. من الذرية، فإذا شعرت بانكسار قلبك وشدة حزنك أسأل الله الجبار أن يجبرك، وكلما كان انكسارك أعظم كلما كان جبر الله لك أعظم. لا تنتظر جبرا من المخلوقين واسأل الجبار، أدعو الله باسمه الجبار، فهو أرق اسم من أسماء الله الحسنى وأحن اسم. فالجبار هو الذي يجبر عباده المنكسرين والمحرومين، يجبرنا الجبار الذي لا يترك أحدا موجوعا. إذا ذهبت إلى الجبار تطلب عدله وحمايته فلا بد أن يجبرك. ما بعرف أنتوا أحلى مني بتقرون. فهذا الاسم من أسمائه الحسنى، وهو للمنكسرين الذين عبدتهم الدنيا. وإن كان انكسار الأزرع أو الزرع يمكن أو الأرجل سهل مداواته عند الطبيب، فإن انكسار القلوب لا يداويه إلا الجبار. من يلثم شملك إلا الجبار، من يمسح دمعك إلا الجبار، من يجبر قلبك الكسير إلا الجبار، من يخفف مواجعك إلا الجبار. هل عرفت الله بهذا الاسم؟ إذا نزل بك هم أو غم أو أصابك ظلم أو مكروه ونمت ودموعك تسيل على خدك ودعوت الله أن يجبر خاطرك، فإنه تعالى لن يتخلى عنك. ثق بالله أنه هو الجبار. يا جبار السماوات والأرض، نبكي سرا ونضحك علنا، تلك هي النفوس الواثقة بالله إلي. رجوتك ثلاثا لا تجعلها بيدي مخلوق سعادتي ورزقي وحاجتي. كن كأفضل ما يمكنك أن تكون، ودع الناس يقولون ما يقولون، واعلم أن الله كون، له رب يقول لشيء كن فيكون. اجعل داخل قلبك جرسا يرن بالليل والنهار يقول اعمل لله اترك لله. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمرا أخطره أخرته أصلح الله أمر آخرته، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. دخيلكم أنتوا أفهم مني بقرالكم ياهم، بس بكرة إن شاء الله يكون معنا حدا بيفهم عربي أحلى مني وبيقراهم، أنا بقراهم بالأرمني. بس كل شي بتبعتوا لي أنتوا بينحفر بقلبي وبينحفر بالكتب كلها. بس خلقة كاملة نعمة زايدة يا أخوتي، أنا مني مع الأرمن، مني مع الإجهاض، بس ليش عم بيجوا هلا؟ ما رح قلكن أي بلد، 62% هيك الأطفال عم تجي مشوهة. انتبهوا، نط في رحمك 7 أجيال قبل وبعد، يعني انتبهي شو عم تاكلي، انتبهي شو عم بتشوفي على التلفزيون انت وحبلي، انتبهوا شو في بكل الدخان وبكل الورق. هلا رح فرجيكم هيك امين، اكيد بعت لي اياها. قلت له انا ما قال لي ما انا ما بقشع، بس انت بتضوي يا عمري بتضوي. نعم شفتوها عمو هشام؟ شفتها هيدي؟ شفتها النور اللي عم يجي على الكره الارضيه؟ هو شافها، هو بيشوف يا اخوتي. ما بقدر لكم، ما فيني اخبركم احلى مني. أنا كنت أطلع مع واحد ما رح أقلكن اسمه بعده، هلا بكندا أعمى بسوق سيارة، قال لي خيي جاب لي دفتر سواقة، شفت هالسيارة؟ عيناه بيتحرك وكل شيء، شفت هالسيارة اللي ورا الخضرة؟ أجعلك أميرا على بصيرتك التي لا تزول، أما البصرة تزول. يبدو أن علماء الفلك تمكنوا أخيرا من كشف سر الجسم الغامض الموجود في مركز مجرة. ايش تعدار بالتبينه؟
المقصود هنا الجسم جيتو الذي يدور حول الثقب الأسود الضخم. هذا الجسم كان سابقا ينسب إلى سحابة من الغاز والغبار، وفيما كان العلماء يعتقدون أن الثقب الأسود بده يأكله. وفي حسابات علماء الفلك كان على هذه السحابة أن تمر في أوساط عام 2013 على مسافة 40 مليار كيلومتر فوق الثقب الأسود، أي ما يعادل مسافة 36 ساعة ضوئية. تعتبر هذه المسافة حسب المعايير الفضائية صغيرة جدا، لذلك انتظر العلماء أن يبدأ الثقب الأسود بابتلاع سحابة الغاز تدريجيا، ولكن اتضح أنه هذا لم يحصل، وبقي هذا الجسم الغامض يدور في مداره السابق. سمحت المراقبة المستمرة لهذا الجسم للعلماء بالافتراض أن الجسم جيتو منظومة تتكون من نجمتين في مرحلة الاندماج، وهذا يفسر وجود هذا الذيل الغاز الضخم حوله. يبدو أن علماء الفلك أصبحوا شهوداً لعملية اندماج نجمتين بجوار الثقب الأسود الضخم الذي قوة جاذبيته العالية تجبر النجوم على تقصير مدارها والاندماج مع بعضها البعض في نجوم أكبر. يعني هالعلم موجود يأخذ في القرآن الكريم، فوتوا بهالعلم، وحاطت التفسير بعلم بسيط كثير. الحقيقة بسيطة، وكلنا بدنا نرجع على البساطة البساطة.